وكلكم صرتوا تعرفوا عن وين الـ very important apartment بدبي uptown water city. وإذا بعد ما شاركتم ما لكم إلا تزوروا الموقع الخاص بكوكا كولا لايف في اي بيت العمر لتربحوا مفتاح الشقة. إعلامي جورج قلديحة، أهلا وسهلا فيك بستايل وستارز، منور الـ VIA بيت العمر. شكرا. يعني ما بخبرك قدي كتار من الصبايا اسألي لجورج إشياء كتير، ما بعرف إذا منلحق بالحلقة نسأله كل هالإشياء يا صبايا، بتكون تعذروني. يعني أنت من الشخصيات المفضلة عند النساء، فشو رأيك بهذا الموضوع؟ من الشخصيات المفضلة صحيح. ما بعرف، بس انه النساء مثل الرجال عم بتابعوا برنامجي، كانوا اكيد وكانوا يهتموا بمضمون هالبرنامج، يمكن بمقدم هالبرنامج باسلوبه. بقى انا بشكرهم وبقدم لهم كل محبتي وكل شكري وكل امتناني، وبقول ان شاء الله دائما نكون عند حسن ظنهم. يعني جورج قرديحي، نحن بنعرفك على الشاشه مثل ما هلا انا شايفتك بالبدله الرسميه، ولكن اليوم بستايل وستارز بدنا نخبر كل هالصبايا والشباب يلي عم بيتابعونا عن ستايل جورج قرديحي خارج الشاشه. هيك خبرنا عن ستايلك، جينز مثلا. ليك ستايل جورج قرديحي هو البساطه بكل شيء، بلبسه الرسمي او بلبسه العادي. عم تساليني اذا خارج البرامج وخارج شاشه التلفزيون وخارج الرسميات، صحيح بلبس جينز، بلبس شورت احيانا. من هذا الكاكي هيك له جيبتين. الكاكي كمان هيك لونك المفضل، الكاكي دغري قلت لي الكاكي. يعني هاللباس الصيفي بايام الصيف، وبلبس الثياب المريحه بشكل بسيط من دون تعقيدات ومن دون هيك ما واحد يفكر انه المهم انه يكون لباسه نظيف. وشكله جميل اللباس، يعني يكون مزوق خلص. وعنده كاريزما مثلك. لا اللباس عنده كاريزما. لا حضرتك انت عندك كاريزما، بده يكون اكيد ليطلق موضه كمان. هيدي شغله كثير مهمه بدي احكي عنها، لانه بمن سيربح المليون فينا نقول جورج قرديحي اطلق موضه بالوطن العربي. يعني صار كثار من الرجال بيروحوا على المحلات بدنا نلبس بدله مثل جورج قرديحي بتناسق الالوان مع بعضها، فهيك خبرنا بهالفتره. هو قليل بالحقيقه كان هذا ستايل البرنامج. يعني من سيربح مليون بلش قبل بعدة دول قبل ما يجي إلى الشرق الأوسط وإلى العالم العربي. بكل هالدول كان ستايل مقدم البرنامج أنه يلبسوا ما يسمى التون سور تون، يعني البدلة مثلا افترض رمادي، بيكون لون القميص رمادي أفتح، بيكون لون الكرافات يمكن أسود أو نبيدي أو أغ أو يعني تتناسق مع بعض الألوان، بس بتكون من نفس ال شو بسموها توناليتيزيتون، يعني نفس العائله، درجه نقول نفس العائله. نعم مش هيك؟ بس لبسته انا وطلينا فيه على الشرق الاوسط وعلى العالم العربي، اوكي يعني اعتبروا الناس انه هذا شيء جديد، وكان شيء جديد. هلا انا يمكن اشتغلت على قصه او اختلفت نتفي صغيري عن 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 زملائي بالخارج، انه لانه انا بنقي ملابسي ونقيها على ذوقي. بتختارها انت دائما؟ انا بختارها وبختار كل، فمشينا بهالستايل، بس انا نقي الملابس ونقي الالوان اللي بتروح مع بعضها. ما فيني اقول اني مشيت موضه، لا مش لهالدرجه، بس يعني الناس حبوا ما كنت البسه. حبوا ستايلك حبوا اكيد، وحبوا يعني في ناس يروحوا على المحل يقولوا بدنا نلبس مثل، بده يطلبوا بدله مثلا، صحيح. او يطلبوا كرافات او مثل جورج قرديحي. طيب جورج، لما بتحضر حالك هيك شو بتقول؟ يعني شو بتحس ناقصك؟ بنحكي اكيد باطلالتك، يعني في شيء بتحب انه تغيره او هلا؟ دائما واحد بيكون بينتقد نفسه، بس غالبا انا ما بحب اشوف حالي، ما يعني ما بحب حالي. احضر حالي ولا بحب اطلع. منك بحاجه، ما كل اللي بيتقوا فيك بحبوك. ما بحب، لانه دائما بلاقي في شيء ناقص ولازم اشياء تتصلح. صحيح. ولازم اشياء بقى ما بوجع راسي. انا شايفتك بتجنن هلا. تسلمي. هيك فيس تو فيس. تسلمي يا بنتي. اناقه المراه بتهم كثير اكيد الرجال، بس اكثر شيء شو بهمك باناقتها للمراه واطلالتها؟ ما بدنا نفلسف القصه كثير، طالما عم نحكي على الازياء. نعم. انا مع مبدا كثير مهم بيتبعوه الفرنسيين، لانه عشت بفرنسا. البساطه هي البساطه. لا سامبليسيتي في بوتي، مش هيك؟ الجمال هو بالبساطه. صحيح. المراه اللي بيكون في عندها بساطه بس مع ذوق، هيدي اللي بتلفتني باناقتها. بس المراه اللي بتتصنع كثير واللي بدءا بشعرها ثم بالميك اب تبعها ثم بلبسها بتبقى كثير يا لطيف
يعني منزلي بيقولوا الخزاني عليا و... وعاملي شعره مثل شجره الميلاد والميك اب. نعم مبعود مبعود حلو. هذا ذوقي يعني. انا اذا عم تسالني عن ذوقي انا بحب البساطه في الجمال. كيف ليش كيف محافظ على لياقتك؟ ولا يمكن هالشيء لانه تعلمته بفرنسا، كنت شوف هالناس عم بيمارسوا رياضه الجري، بس اقتديت فيهم، صرت متابع الموضوع، ضليت يعني سنوات عديده عم هلا خففت، صرت هلا اعمل مشي سريع، ما عاد في جري، صرت مشي سريع. صرنا مشي هلا مشي عم نخفف شوي بس شوية. انا مثابر عليه. في كثير صبايا شاركوا بمسابقه الفي اي اي بيت العمر وربحوا انه يجوا يشوفوا حضرتك ويسالوك سؤال ويشوفوا اكيد هالابارتمنت الحلو. صبايا استاذ جورج موجود، شو بتحبوا تسالوا؟ استاذ جورج انا كثير مبسوطه بوجودي هون اليوم معكم. سؤالي عن الكاريزما تبعيتك، اكيد طلتك الكثير مميزه على الشاشه. حابه اسال اذا الكاريزما تبعيتك انت اشتغلت عليها وطورتها، ولا هل هذا الشيء انت لاحظته بنفسك؟ شوفي هذه الكاريزما يعني صرنا قايلينها كثير وكل الناس بيقولوها، يعني هذه من الله، واحد ما بيقدر يتدخل فيها، وبعدين الواحد ما بيكتشفها بحاله، الناس بيقولوا عنها. يعني ممكن واحد يقول لهم شوفوا انا عندي كاريزما، يتفضل الناس هن بيقولوا له. انا اكتشفتها مع نفسي بعد ما اخذت برنامج من سيربح المليون، وبعد ما صار عندي هالشهره انا اكتشفت نفسي، الناس اكتشفوني طبعا وانا اكتشفت نفسي، واسمعهم بيقولوا عندك كاريزما عندك كاريزما صحيح. عندك كاريزما. طيب هيدا اول اوكي يعني شكرا بقى، ما فيني اقول اكثر من هيك، بس انه واحد يشتغل عليها الكاريزما. لا استاذ جورج جبت هيك هديه للي بده يربح هالابارتمنت، وانا بلشت كثير غار، يعني ما بيصير هالقد كل هالهديه المميزه، واليوم هديتك مميزه جدا. يعني فاجئوني فيها قبل ما اجي على الاستوديو انه بدك تجيب، عاده الضيف عم بيجيب هديه لهالشقه، شو بدي اهديها؟ شو بدي اهدي صاحب الشقه المستقبلي؟ فكرت ما بعرف تابلو بينتينج لوحه، انه شغله عاديه يمكن رجعت شيء من عندي انا، كرافات شغلات ما. لا فكرت قلت انا راح بهدي ديوان المتنبي، اعظم شاعر صحيح عربي في كل العصور وفي كل الازمنه. ان شاء الله اللي بده يربح هالشقه يكون بحب الشعر بحب الادب وبحب التراث العربي. وفكرت انه يمكن بيحطها بمكتب، بيحط هالمجموعه بمكتبته، بتغني له مكتبته، من وقت لاخر بيقدر هيك يستمتع بالشعر العميق وبالشعر العظيم اللي انتجه هذا العملاق في تاريخ العرب. بده يربح الموسوعه وبده يربح امضار كمان على هالكتاب. ايه انا حاضر مستعد. اذا بتريد هيك نكتب له شيء. وجبت قلم مخصوصي كمان. اوكي. ونحن كمان استاذ جورج قديه بدنا نتمنى لك الحظ والتوفيق والصحه، اهم شيء تنضل نشوف صحيح. هالاطلاله الحلوه على التلفزيون والمميزة وهالكاريزما يلي الكل بيحكوا عنها. وانا بتمنى لك التألق الدائم بهالبرنامج وبغير برامج ان شاء الله، وعلى شاشة ام بي سي اللي هي شاشة العرب. صحيح. كنت كتبت الشقة الجميلة، فما بدك هيك تعمل شيء برمي فيها تشوف. بلا الحقيقة ما شفتها بعد. ايه؟ يلا فاذا هيك بس انا شفت الموقع هون ممتاز، هيدا خارج دبي صحيح رواق. يلا ان شاء الله بالتوفيق للي بده يربحها، وانا سعيده جدا برجع بقول لك انك شرفتني ب في اي اي بيت العمر. شكرا. استاذ جورج قديحه انا بدي ارجع اتشكر مره ثانيه حضورك للفي اي اي بيت العمر بستايل وستارز، وكمان بدي اتشكرك على الهديه المميزه واتمنى لك التوفيق. ثانك يو. انا بتشكري كمان قديم، وكمان بتمنى التوفيق مثل ما قلت للي بده يربح هالشقه. شكرا جزيلا. بيطلع لي صوره معك؟ طبعا يلا طبعاً.